اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بهيدي الحلقه. بدنا نتعرف على جمعيه تيتش، كل الخدمات اللي بتقدمها خاصه لاشخاص اللي عندهم صعوبات تعلميه، عندهم مشاكل نفسيه بمكان ما. وبدنا نتعرف كمان جمعيه تيتش شو عم بتقدم من خدمات ونشاطات، ولنعرف تفاصيل عن هذا الموضوع اسمحوا لي رحب بضيفتي مدام دينا حامد رئيسه جمعيه تيتش. اهلا وسهلا فيكي معنا. اهلا وسهلا فيك. تمام ماشي الحال؟ الحمد لله. يعني يعطيكم الف عافيه اليوم على كل الجهود اللي عم بتقوموا فيها بجمعيه تيتش، وخاصه الوقوف إلى جانب الأشخاص اللي عندهم صعوبات تعلمية، أشخاص بحاجة لعلاج نفسي بمكان ما، وخاصة اليوم هيك معالج نفسي حضرتك، يعني تحت الهواء هيك دردشنا شوي بأمور تعنى بهذا الموضوع. وقديش اليوم نقدر نوقف إلى جانب كل طفل بيعاني من مشكلة ما، قديم نكون عم نحسن له حياته ونخليه على الطريق الصحيح والسكة الصحيحة إذا صح التعبير. بحقق إنجازاته وبيطلع طاقاته كلياتها. بالضبط إن شاء الله. يعني دايما بتضلكم إلى جانبهم مدام دينا. خبرينا عن جمعية تيتش هيك لمحة سريعة. الجمعية هي تعنى بالصحة النفسية، تحت إطار الصحة النفسية كمان بنشتغل بالتربية المختصة مع الأولاد والأشخاص الراشدين اللي بيعانوا من صعوبات. واحد من أقسام الجمعية هي مدرسة تيتش المختصة للصعوبات التعلمية، ونحن منبلشين فيها من الروضات لعند البكالوريا. طبعا هي فيها مراحل مختلفة، فيها ترانزيتوري، وفي مرات هي بيكون في الولاد عم يجوا مرحلة وبينتقلوا، بنحضرهم ليرجع يصير في انكلوجن، يكونوا موجودين بمدارس دمشق او لحتى يرجعوا يكونوا بالمدارس العادية. بالقسم الثاني هو المركز HETC اللي هو يعنى بالتشخيص والتأهيل، اللي هو البيز اللي اسسمنت الذهني والمعرفي والتشخيصات يلي لها علاقه بالنطق واللغه وتقويم اللغه والعلاج الحركي وكل نفس حركي والعلاج الانشغالي، وطبعا العلاج السلوكي والنفسي. القسم الثالث هو قسم التدريب والتاهيل يلي المستمر، اللي بنحضر الكوادر والمعالجين والمعلمات، بنكون عم ندرب بنواكبهم بعمليه صقل المهارات. والقسم الاخير هو القسم التنميه الاجتماعيه والعمل الانساني. نحن بنكون حاضرين وجاهزين على قدر امكاناتنا، نقدر نواكب، نعمل سايكوسوشيال سبورت بالازمات وبالايام العاديه. وطبعا بنكون عم نقدم مساعدات اجتماعيه ودعم اكاديمي وغير اكاديمي للعيال المتضرره او للعيال او للاشخاص الفالنبر اللي هن بحاجه لهذا الدعم 100%. وحتى كمان هيك في نشاطات كثير حلوه وبتشجع وبتعطي هيك مرح وفرح لكل الاشخاص اللي موجودين بالجمعيه. وخاصه اليوم هيك بدنا نعرف المشاهدين عن اخر نشاط قمتوا فيه اللي هو فاشن شو، اللي هو كمان بمكان ما بيعطي ثقة بالنفس أكثر لهالأطفال. رح نحكي تفاصيل أكيد، ولكن حكينا عن جمعية تيتش بكلام مع حضرتك مدام دينا. خلينا نشوف هذا الفيديو سوا لنعرف المشاهدين أكثر وأكثر عن جمعية تيتش. يعني هيك نحن والمشاهدين مدام دينا انتقلنا لأجواء النشاطات اللي بتقوموا فيها، وقد ايه عن جد كلها فرح وكلها هيك بتكبر القلب، خاصة لأنه كثير بنعرف إنه قد ايه العامل النفسي بيلعب دور كثير كبير للولد. يعني ذكرتي حضرتك بالخدمات اللي بتقدموها أو بالشق الأكاديمي إنه بتشتغلوا على الولد إذا عنده مشاكل بالنطق، اللغة، حس حركي وتفاصيل، بس قديش هيك نشاطات بتطلعوا شوي من الحالات اللي عم بيعيشها وبتخليه يتقدم ويتعلم أسرع. نعم،
هذا اللي قطع، بتعرفي هذا نشاط بروجكت متكامل، وهذا اللي قطع واحد من أنشطة المشروع. المشروع الدعم النفسي الاجتماعي اللي كان نحن متواجد فيه، آخر واحد كان ببلاست بيروت، الانفجار اللي حصل المؤسف، متابعة العيال والضحايا والأشخاص اللي تضرروا من قريب أو من بعيد، لأنه الضرر كان كتير كبير، 100% مادي اجتماعي ونفسي أيضا، مش بس حوالين المنطقة، حتى المحيط. سو كان في دائما مواكبه للاشخاص، ومثل ما قلت كنا عم نجرب ندعمهم بالمواد بس كمان كان في دعم النفسي. سو كان في هات لاين على مدار الاسبوع، وكان في اشخاص عم نزورهم نتابع معهم كاختصاصيين ومرشدين، وكان في كمان عم يجوا لعنا على المركز لنقدر نتابع معهم. وبعدين عملنا هذا النشاط اللي خاصه بالولاد يلي هو بس مبسوط، قطع الباص بكل مناطق بيروت، وكان في مثل ما شفتي مجموعه من المنشطين والاختصاصيين مع انشطه مختلفه، وكنا عم نوقف بكل محطه، وكنا عم ننزل نقدم هذه النشاطات للولاد باماكن امنه، طبعا مع الاحتراز للقصص تاع الكمامات ولاحظنا التعقيم طبعاً كل التفاصيل متبعين كل الارشادات والمواد كلياتهم، وكنا عم ننتقل بهذا النشاط من منطقه لمنطقه، والولاد كانوا عم يستقبلونا بهذا الفرح طبعاً والحشريه بيعرفوا شو هالباص وشو في معه. واذا بتشوفي قديش كان في نحن كنا عم ننتقل من منطقه والمناطق مختلفه، بكل منطقه الولاد كانوا عم يتصرفوا بطرق بتعبر قديش هني عم بيعانوا صح. يعني في كتير ولاد كان بالأول غضبانين ومزعوجين، وفي ولاد كانوا حتى ما بدهم يكون حدا كبير حدهم قاعد، يعني كان في تأثيرات كتير كبيرة كنت عم بتشوفيها. سو كنا عم نجرب نساعد بهذا المحل، عم نكون عم يفهم الولد مشاعره بطريقة أحسن ليقدر يعبر عنها بطريقة سليمة، عم نقدر نجرب نعلي قدرة الكفاءة الذاتية بالتعامل مع المواضيع، يفهم مشاعر الآخرين، أنه الولاد مش كتير دايما تحت الصدمة قادرين يفهموا اللي عم بيصير حواليهم بالدقة المطلوبة. فكان هيدا النشاط كتير شيء مهم، ونحن بعدنا مكفيين، يعني بعدنا لهلأ عم ناخد ولاد بشكل فردي، عم نتابع معهم ومع عيالهم هالدعم النفسي اللي عم بيصير. وقد ايه نحن بامس الحاجه يعني لهالشيء، نحن مع المشاهدين مدام دينا عم نشوف بعض النشاطات، وهون يمكن عم بتقدم هدايا وعم بيكون في هيك هيدي المبادرات الحلوه اللي عن جد بتعمل فرق كثير كبير بحياتي. اليوم وقت كان الباص عم يقطع من منطقه لمنطقه، كان طلابكم واولادكم خليني اسمي بجمعيه تيتش موجودين معهم، يعني كمان هن كانوا مبادره موجوده، كان شاركوا بعض الاولاد اكيد حسب الامكانيه اللوجستيه على الارض، يعني كان شارك بعض الأشخاص، لكن حتى هلا يعني هن بيحتضنوهم وبكل نشاط لما بيكون في ولد عم بيشارك. كان في مشروع البيئة، هذا المشروع كنا عم نعمل توعية على الحفاظ على يعني منع الاستخدام المتكرر للبلاستيك بطرق مش دقيقة ومش نظيفة ومش مزبوطة، وكنا عم نجرب نستبدلهم بطرق أخرى، وكنا أنتجنا مجموعة من الأكياس يلي هي صديقة للبيئة. والولاد تاع ولادنا كان عندهم وحدة من مهماتهم انهم يقطعوا على كل المدارس الرسمية ويوعوا على هذا الموضوع، وكانوا عم يعملوا هن محاضرات. شو حلو يعني انه عم تعطون هالمسؤولية لألهم لهن ينشروا الوعي. كانوا هن عم يعملوا البرزنتيشن، كانوا هن عم بيوضحوا شو الضرر وشو المشاكل وليش قايمين بهذا المشروع، وكانوا عم بيقدموا هالكياس للولاد كلها لحتى يكونوا عم ياخذوهم على بيوتهم. سو هذا واحد من المشاريع بيكونوا ولادنا هن طرف فيه. صحيح المشروع بيكون كبير، انه بياخذوا جزء من هيدي المهمه، بيكون لهم دور فعال. نعم يعني اكيد واحد من المشاريع الثانيه طبعا كانوا بقلب شركه سياحه وسفر، كان ترافل بوك مشكورين يعني استضافونا، كانوا عم بيدربوا الاولاد على مساله يعملوا الحجز على الكمبيوتر، يعملوا الريزرفيشن كيف بتكون لبعض الاولاد، لانه كانوا بلشوا بعض الاولاد اولادنا يقطعوا من المرحله المتوسطه، وكان في احتمال يتحضروا على المستوى المهني وهيدا. لكن استعمال الكمبيوتر بالنسبه للولد اللي هو مجرد عباره عن انترنت وجيمنج كان عم ياخذ منحى اخر، وكان عم بيشوفه بدقه لهيدا الامر، لانه احنا كنا ناويين بهديك السنه نحضرهم لنشاط خارج لبنان، لكن ظروف كوفيد منعتنا للحقيقه. واليوم حضرتك وقت عم تحكي مدام دينا عن هالجروب اللي توجه للمكان سياحه وسفر والمكاتب، هن بعمر
قديه تقريبا؟ هن بيكونوا مرحله متوسطه. نعم، يعني هو بناكد انه بجمعيه تيتش مثل ما ذكرتي بالبدايه في الاطفال، في الاشخاص اللي كمان لكل الاعمار، يعني حتى لما بيروحوا على يعني المختبرات. نعم. او بيروحوا يعني كمان اخذنا نشاط راحوا على المستشفى، كان الهدف منهم التعرف على آلات الاشعه وكيف هدول ضمن البروجكت الكبير. بيكون في الاولاد من المدرسه بنكون عم نستغل البروجكت ضمن هذا الاطار، ولينقوا الاختصاص لبعدين الاقرب. نعم. لالن بكونوا. نعم. عم يتعرفوا بطريقه عمليه على الاشياء بالضبط. وعم بيطبقوها وعم بيشوفوا المختبرات بطريقه عمليه وهيك. تمام، نحن بعدنا مع المشاهدين عم نشوف كل النشاطات اللي عم بتقوموا فيها على مدار السنوات، يعني مش بس يوم الكم سنه الماضيه اللي قطعوا بس. نعم. قبل الكوفيد وبالكوفيد. وبالكوفيد حلو انه ضليتوا مستمرين يعني بطريقه فرديه. بالضبط، نحن اخذنا الاولاد بطريقه فرديه مشان ضمان السلامه والامان. طبعا اخذين كثير احتياطات من الاجهزه الحديثه اللي بنستخدمها ومن الطرق اللي بنستعملها، لكن الاولاد وخاصه الاولاد يلي صعوباتهم شديده مثل الاشخاص اللي عندهم طيف التوحد او الداون سيندروم او الاشخاص اللي سيفير عندهم بيهافير ديس اوردر، او هيدول الاولاد بيكونوا صعب بيكونوا موجودين لفتره كثير طويله محجوزين بدون متابعه علاجاتهم. بالضبط، هي نقطه كثير مهمه يعني حابه اتوقف عندها. قديش عملتوا يعني مجهود لحتى ما يقطع فتره وهيدا الولد او هالطفل ما يكون عم ياخذ او هالشاب ما يكون عم ياخذ هالعلاجات؟ يعني نحن بنعرف يوم تاخير بنرجع الولد ثلاث اربع سنين يمكن لورا. نعم. شو عملتوا؟ هلا هيدا كان مجهود الفريق للحقيقه اللي يشكر عليه. نعم. طبعا، والاهل يلي كانوا عم بيقدروا يتقبلوا ويفهموا قديش هيدي الصعوبه، وهن كانوا عم بيساهموا برسالتنا، يعني هن دائما شركاء معنا، دائما عم بيكونوا شركاء. فالكلفه كانت كثير عاليه طبعا، لانك تقدري تاخذي الاولاد بطريقه فرديه، تعملي العلاجات المطلوبه وتنظمي الفريق، وفي عندك فريق ريبليسمنت، لانه ما تنسي اليوم في حدا محجور وفي حدا صاب وفي حدا ما فيها تمشي الامور بس على مجرد الفريق الاساسي. أو فريق أساسي. نعم. فدائما في كان هالقد يعني هالقد كان اخذ من الطاقه ومن الوقت ومن الكلفه لنضمن استمراريه قد ما قدرنا العلاجات. يعني مشكورين على هيدا الوضع، لانه اليوم حتى المدارس بشكل عام حتى ما يكون عنده اي مشكله لا صحيه ولا نفسيه، تحسي صار في صعوبه بجائحه كورونا بالتعلم بامور كثيره، فاليوم مشكورين انه استمريتوا وكملتوا حتى بالنشاطات. نعم. يعني ضليتوا مكملين. في نشاط كثير حلو اللي هو فاشن شو انعمل ب 22 اذار اليوم. هذا النشاط مدام دينا الحلو فيه انه غير بيعطي هيك روح حلوه ونفسيه حلوه للاولاد، ولكن له رساله كثير كبيره اليوم. نعم. خبرينا عن هالكونسبت تبع فاشن شو. هلا انت حضرتك بتعرفي مثل ما قلتي بالكوفيد اول شيء تضرروا منه الاشخاص كان الصغار او الكبار، هو اثر على الصحه النفسيه اللي لهم طبعا، كان موضوع العزله لها اثر كثير كبير، الموضوع الـ يعني الكفاءه المرونه تعول الاشخاص كيف يقدروا يتفاعلوا، تنظيم الوقت صار انضرب، المهارات يلي هو مكتسبهم الاشخاص بهدول الوقت كانه جديد عم يتعرف. نعم. على كل شيء حواليه صار في كثير مساومه على كثير اشياء عم نقدر. نعم. نعملها، وبالتالي كان عم بياثر على الاولاد وعلى الاهلون او المرافقين او الاشخاص الثانيين. فطبعا بهذا الوقت العدوانيه او العدائيه يعني السلوك العدائي بده بلش يظهر شوي اكثر. صح. او الانعزالي بالحالتين. يعني بيكون عم يظهر هون وعم يظهر هون، والولاد مثل كل الكبار بيتعرضوا للتنمر لبعض الكلمات اللي هي مش مقبوله مش لطيفه. نحن دائما بنحط انشطتنا بالاطار تاع الاهداف اللي لازم نكون عم نحطها لنحفز الولد. فمن جهه التحفيز او لحتى نقدر نعلي كميه الكفاءه الذاتيه والثقه بالنفس، او عمليه التنظيم كيف العمليه التنظيميه بدها تكون لما يكون عندنا شيء مهم معين بدنا نحققها، او التعاطي ضمن اطار العمل تحت الضغط والتوتر، يعني حتى الولاد عم يشتغلوا تحت الضغط والتوتر. بالضبط. ويمكن عم يصير في ردات فعل. نعم. حضرتك ذكرتيها يعني. نعم. في نوعين، يا الانعزالي او العدوان 100%. نعم. وهيدا طلع اصوات سلوك، هو مش هو عدائي لكن سلوكه. صح بيكون. صح. والاهل تعبوا يعني كمان اليوم الاهل حاملين هيدا عاتقهم هالحاله النفسيه. فعم يصير في صراعات داخل. نعم. كل منزل طبعا. نعم. سو نحن يعني الاولاد عم جربنا انه نظهرهم بصوره يلي هن بتناسبهم، كل شخص حسب احتياجاته. بالضبط. وعملنا هيدا الفاشن شو، وهو ضمن السلام العامه ما كان في معازيم ما فينا، لانه لما صحيح الصاله كان بتساعد 300 شخص،
لكن نحن ما بنقدر نستقبل معازيم بسبب الكورونا. سو الاولاد كانوا عم بيأدوا هيدا التدريب تحت ضمن كل هيدي الاهداف اللي حققوها، وكانوا طبعا كثير سعيدين وكثير مبسوطين، واذا بتشوفوا صورهم بعقدوا وبجننوا. وكانت عباره عن شو يعني؟ هي فاشن شو، فاشن دفيله، غيروا تياب، نقوا تياباتهم، ومثل ما قلت عملوا المهام بالتنظيم. يمكن هون بعتقد هيدي الصوره عم تفرجي بالمسرح. وكان في فهم لشكلنا ومشاعرنا، ومحاوله تظهير انه يعني تعبير الداخلي يلي هو بيشكل الجمال اكثر من مجرد بالضبط التياب، اكثر من مجرد التياب هو كشخصه يعني بحد ذاته. سو مرات بيكون الشخص لابس تياب كثير حلوه بالنسبه لمعايير المجتمع، لكن الكاريزما من جوا ما بتكون مبينه هيدا الشيء. ونحن حرصنا انه نغرز عند الاولاد اهم من القالب الخارجي، مع انه هيدا كثير مهم، بيلعب دور ولكن منه الاساس، لكن يعني قدرة التعبير الداخلية عن مشاعرهم خلال الدفيلة هي اللي جملت الفستان، وهي اللي جملت التأم، وهي اللي جملت الموضوع. سو ركضتهم، طريقة تعاطيهم، النظرات مع الآخرين، الوقفة، التنظيم، مع أنه هذا الشيء هني طبعا بفترة كتير قصيرة كان انعمل، وتحت ظروف وضغوطات كتير كبيرة وتوتر، بس لعبت دور إيجابي بوضعهم. نعم هيدا الحلو. غيرت كتير أشياء بنظرتهم لنفسهم وتقبلهم للكلمات او الطرق التنمر اللي كانوا عم يتعرضوا لها من المحيط او المجتمع او بالطريق، لانه لما من قبل كانت الدنيا كلها معجوقه، هلا في تركيز. يعني لما بيطلعوا لبرا شخص عنده مشكل وبيبين بسلوكه انه هو ايدي اتش دي ومش عم يقعد ومش عم يهدى، صار في تركيز عليه اكثر، لانه هلا الدنيا شوي فاضيه والناس ما عم تتحمل. الاثنين، لانه الدنيا فاضيه فعم ينشاف اكثر. يعني التصرف تاعو للشخص اللي عنده طيف التوحد عم يعمل تنتروم من قبل ما كان يبين من سنتين لورا هالقد واضح، تحت اثر الحياه الاجتماعيه العجقه اللي عايشين فيها، هلا بهيدا الفراغ اللي عم بصير كان في كثير تضواي، سو كانوا كثير اشخاص عم يتعرضوا لهيدا الموضوع. بالضبط. سو قدرتهم على فهم مشاعرهم وطاقتهم بهيدا المحل بالتدريب يلي انعمل كان كثير له اثر ايجابي على نظرتهم لنفسهم، على صوره تشوه الجسد اللي عندهم اياها، على القدرة التعبيرية مع بعضهم أو بعض الأشخاص اللي حواليهم، كان كتير فارق، كتير فارق. يمكن هذا الموضوع لحاله كتير ناس عم بتتابعنا، وخاصة الأهل اللي عندهم حالات داخل المنزل بيفهموا كتير لحضرتك عم بتقوليه، لأنه يعني يمكن تكون ست موجودة مع ابنها أو بنتها بالسوبر ماركت، يعمل أي مثل ما حضرتك قلتي سلوك معين بيعبر عن الحالة اللي هو عايشها، وما بيكون ظاهر عليه. يعني إذا ما عم نحكي تشوه جسدي أو خارجي، بيكون ما بينتبه الولد، فبصير ردة فعل من الناس. قد اليوم كجمعية تيتش مجرد ما عملتوا الفاشن شو لتعطوا ثقة بنفس كل طالب اليوم أو كل طفل، بس قديش اليوم في حلقات انعملت لحتى نقدر ننشر الوعي تجاه الناس؟ هذا يعني أكيد اليوم، لأن التنمر عم يصير للولد وللأهل بنفس الوقت 100%. نحن منجرب نعطي مهارات عكسية لأهالي أولادنا ليواجهوا هيدا الموضوع. وبالأكيد إحنا كتير بإطار التدريب المستمر عم نعمل ندوات، وعم نعمل كتير محاضرات، وعم نعمل تدريب للأشخاص على هذا الموضوع عبر الزوم. واحدة من الأشياء اللي حنستكملها بالفاشن شو بس يطلع الفيديو على السوشيال ميديا، حيكون في كومبيتيشن للصور. نحن مش عم نعمل منافسة لولد وولد، نحن حنعمل كيف هالصور اللي حتنعرض، حيكون في اشخاص عم يعملوا لايك لهي الصوره اكثر او لايك لهي الصوره اكثر، وعلى اساس هاللايكات حيربح الشخص يلي موجود بالصوره، مش على مستوى الجمال قد ما على مستوى التعبير بالصوره. بالضبط. قد ايه حسيتوا عم نشوف على الهوا مع المشاهدين على المسرح واقفين الاولاد، قد ايه حسيتوا هيدا الشيء اثر عليهم نفسيا؟ يعني بعد ما نزلوا عن المسرح اليوم شو صار معهم للولاد؟ وحده من الصبايا اللطيفات جدا ما كانت قادره تشوف حالها بالصوره الانثويه، يعني كان دائما بنطلون والتصرفات والسلوكيات اللي كثير هي مقطره ومحدده كعلاقتها مع الصبيان اكثر. وهي كان ما عندها اي ثقه بذاتها كانثى. هيدا الموضوع غير كثير عندها، كثير غير، كثير فرق. كمان بنفس الوقت الاولاد التانيين اللي كانوا شوي ينزعجوا من مشيتهم، هلا بتلاقيهم بيمشوا براحه مع حالهم، مرتاحين انه هن ولو هيدي المشيه هيك تلخبطوا فيها وعملوا هيدا الاحساس انه انا مشيتي منا كثير مزبوطه لانه عندي شويه مشاكل حركيه،
لكن عندنا ساقة كثير هيك دقين هيك دقنا هيك هيك تلوع إيه قد ما بدي. وهيدا المطلوب اليوم يعني انا بالبدايه وقت عرفت على حضرتك قلت رئيسة جمعية تيتش ولكن معالجة نفسية، يعني اليوم بتعرفي كتير منيح العامل النفسي قد ايه بيلعب دور كتير كبير. يعني اليوم حتى بالأشخاص هلأ إذا بنعمل إسقاط على الوضع اللي عايشينه وسدينا اليوم كوفيد 19 أثرت على كل الناس، يعني اليوم شخص بيكون ما عنده مشاكل صحية ما عنده مشاكل نفسية ولا مالية ولا شيء تأثر. كيف اليوم ولد عنده حالة معينة بس أنتوا اليوم عم تشتغلوا عليه، يعني عم بتخلوه يحسن حاله يشتغل يدرس، فكان هيدا النشاط يمكن أكتر انه ثقه بالنفس اكثر زياده حتى بعامل تنظيم الوقت. يعني الاولاد صاروا عارفين اكثر كيف ينظموا الوقت، عندهم المهم كثير يقسموها لانه هذا الشيء انعمل بالتدريب بالزبط. مع انه ضمن الفاشن بالشكل العام لكن هني خضعوا لهذا التدريب التنظيم. تمام، يعني هي كانت مغطاية بموضوع الفاشن شو لكن تعلموا اشياء كثيرة. نحن يعني وقتنا انتهى ولكن حلو انه بتكبروا القلب اليوم بكل النشاطات ان كان شفناهم ولا بموضوع فاشن شو اللي حامل معه كثير معاني حلوه. الفيسبوك بيج الخاص فيكم على اسفل الشاشه مدام تينا دينا بيقدروا الناس يفوتوا يتعرفوا على كل نشاطاتكم، وكمان اذا حدا بحب ينضم لجمعيه تيتش كمان الابواب مفتوحه فاتحين باب التطوع وفاتحين اكيد للكل وحتى لاصحاب الايادي البيضاء كمان اذا بيدعموا كمان شيء كثير حلو لتضلكم واقفين الى جانب كل هالاطفال. وموعدين نشوف الفيديوز لنبلش تصوير بدنا نحركها من عبر أكيد البرنامج أكيد. لحتى كمان نرسم البسمة على وجه طفل أو طفلة أو شاب وصبية. شكرا لك مدام دينا حامد رئيسة جمعية تيتش ومعالج نفسية شرفتينا. شكرا لك. مشاهدينا لهون بنكون وصلنا لختام هيدي الحلقة من شي جديد. يعني أصعب شيء بالحياة التنمر، نكون ما عم نتقبل الآخر، كل حدا عنده ظروفه عنده مشاكله الصحية. اليوم بدنا نحترم الكل لنقدر نكمل بهيدي الحياة بصحة جيدة وما نزعج حدا لا نفسيا ولا اجتماعيا. أنا بدي ودعكم، موعدنا بجدد بكرة بنفس الموعد، فكونوا كتار. إلى اللقاء.